شيعت الكويت الداعية أحمد القطان في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من أهل الكويت الذين توافدوا على مقبرة الصليبخات من أجل وداع الداعية القطان رحمه الله. مواطنون أشادوا بمآثر الفقيد وخطيب منبر المسجد الأقصى والمدافع عن قضية الفلسطينية، مؤكدين أن القطان كان مثالا يحتذى به دينيا ووطنيا، مستذكرين مواقفه إبان الغزو العراقي الغاشم. يشيعون الداعية الشيخ أحمد القطان في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من المواطنين والمقيمين الذين ودعوا الفقيد القطان إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبخات. عندما يعني شيعنا جنازة أخينا الفاضل الشيخ أحمد القطان، إنما نشيعه ونحن نعلم إن شاء الله مقدار ما عنده من الله سبحانه وتعالى نتيجة لما قدم من بذل وجهد وإرشاد وتوجيه وتربية وعلم وأدب وابتسامة وتواضع، وكل هذه الصفات صفات العالم الجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في العليين وأن يجمعنا به في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. الشيخ أحمد القطان ليس فقيد الكويت وإنما فقيد العالم الإسلامي، فقيد القضية المسلمين الكبرى، فقيد الأقصى، فقيد منبر الدفاع عن المسجد الأقصى. فقده ليس كفقد أي شخص، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في هذه الدنيا، أن يجعل خطبه وكلماته ونصائحه، أن يجعل دفاعه ونفاحه وذوده عن المسلمين وعن قضايا المسلمين وعن قضية الأقصى، أن يجعل دعوته وبذله الخير للناس شاهدا له يوم يلقى الله عز وجل. مواطنون ومقيمون أشادوا بمآثر الراحل الشيخ أحمد القطان، مثمنين دوره الوطني في الدفاع عن الكويت من منبره أثناء الغزو الغاشم، فضلا عن دفاعه عن القضية الفلسطينية وتبنيه لمنبر المسجد الأقصى. عظم الله أجركم يا أهل الكويت، عظم الله أجركم يا أحبابنا في المسجد الأقصى وفي العالم الإسلامي. ما أراه اليوم الحقيقة تظاهرة فيها الكويتي والمقيم، فيها الكبير والصغير، فيها الغني والفقير، فيها الكويتي والمقيم، وكلهم جو بالأحباب أحبة محبة فيه صاحب دعوة. يعني فارس وترجل والله يرحمه برحمة الله، يكفيه فخرا ويكفينا فخرا أنه كان من المدافعين عن الأقصى ومدافعين عن القدس وصاحب مشاريع الخيرية سنابل القدس، وما شاء الله يعني يكفيه أن تربوا في ذاك الوقت، يعني في بداية العمل الخيري أبواب فتحت، عوائل سترها الله سبحانه وتعالى بعمل الخير اللي كان هو من أحد الأعلام. رحل الشيخ أحمد القطان إلى مثواه الأخير، وظلت مآثره دينيا ووطنيا وقوميا باقية في نفوس أهل الكويت والعرب والمسلمين، والجميع يرفع أكف الدعاء رحمك الله يا أحمد القطان. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.